السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي في الله، كنتمنى تشوفوني وتسمعوني. تخبيت على البرد حيت كاين الريح بزاف. اليوم إن شاء الله جيت لكم بواحد أكبر هميزة على الكرة الأرضية، على وجه الكرة الأرضية. طاهر السي محمد وزوجة ديالو الأبناء ديالو يلاه جاوا لكندا، الله يكمل عليهم بالخير إن شاء الله، يستقروا ويندمجوا بشكل جيد بإذن الله. جاوا لكندا عن طريق الدخول السريع لونتخي اكسبريس. والأخ الطاهري سي محمد هو متمكن جدا من لونتخي اكسبريس وشرحها ليا، ولكن أنا فضلت أنه يجي هو بنفسه ويشرحها بنفسه، لأنه الطريقة باش شرحها هي جد مبسطة وغادي يشرحها لكم عبر مراحل. كنقول لجميع الناس اللي عندهم شروط ديال الدخول السريع وباغين يقدموا الدخول السريع وما فاهمينش كيفاش، ان راه مستحيل ثم مستحيل ثم مستحيل انكم تسمعوا السي محمد طاهيري والشرح ديالو. وغادي نجيو كيف ما قلت لكم فيديوهات اخرى اللي غادي تزيد تشرح لكم اكثر الدخول السريع بالتفاصيل، ما يمكنش ما تفهموش وما يمكنش تلقاو شي شرح اخر مبسط اكثر من هذا الشرح. اذا كنشكر الاخ سي محمد نيابه عنكم جميعا، الشكر الجزيل، جزاه الله خير الجزاء، والله يجعل هذه المعلومات اللي غادي يقولها لنا في ميزان حسناته ويلقاها يا ربي غدا يوم القيامه. اذا خليكم مع سي محمد وما تقولوش ليا ما فهمتوش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد طاهيري، شاب مغربي قرر أنه يهاجر إلى كندا، وبالفعل استطعت ولله الحمد أنني نوصل كندا أنا والعائلة ديالي، وهذا دون اللجوء إلى أي محامي أو مكتب هجرة. اليوم جيت نتقاسم معكم هذه التجربة من خلال قناة الأخت جيهان سعديدي التي أكن لها كل الاحترام والتقدير. هاد البروسيدور ديال الهجرة إلى كندا ربما كتبان الكثير منكم أنها معقدة، ولكن في واقع الأمر هي ليست كذلك، يجب فقط التركيز، وممكن أي إنسان وأي واحد أنه يدفع كندا ويقوم بهاد البروسيدور بوحده بدون أن يستعين بأي مكتب هجرة. فلذلك قررنا أننا نقوم بعدة حلقات نشرح فيها هذا برنامج الدخول السريع بطريقة تفصيلية، بحيث أن أي واحد تفرج فيه ممكن أنه يدفع بوحده بدون أن يستعين بأي محامي أو مكتب هجرة، الذين يطلبون أموالا طائلة جدا مقارنة مع ما يقدمونه من خدمات. بعض الناس تظن أنها إلى ما لجأتش إلى ما مراتش عبر مكتب هجرة راه ما يمكنش لهم يدفعوا لكندا أو يدفعوا لهاد البروسيدور، ما يمكنش لهم يدروها بوحدهم، وهذا خطأ، لأن أصلا وزارة الهجرة الكندية في موقعها الرسمي تقول صراحة بأنها تعامل على قدم المساواة جميع الملفات التي تتوصل بها، سواء كانت عن طريق مكتب هجرة أو عن طريق أشخاص عاديين. فلهذا قررنا إن شاء الله أن نديروا حلقات تهم هذا البرنامج، هي حلقات قليلة لن تكون بالكثيرة، وغادي نشرحوا فيها ونفصلوا فيها هذا البرنامج بطريقة جيدة لكي يتضح تماما لكل من يرغب في الهجرة، تتضح له الخطوات التي سيتخذها لإن شاء الله إنجاح هذا البرنامج، لإنجاح هذا المشروع اللي هو مشروع الهجرة. فهذه الحلقة الأولى غادي تكون إن شاء الله غادي يكون مدخل عام لبرنامج الهجرة أو الدخول السريع. غادي نتكلموا فيها على شروط الهجرة، شكون اللي ممكن يدفع لهذا البرنامج وشكون اللي ممكن أنه ينجح فيه. وفي الحلقات القادمة غادي نتاخذوا كل شرط من الشروط التي ذكرناها وغادي نفصلوها تفصيلا حتى تصير واضحة للكل. ملي كنتكلموا على اونتري اكسبريس تنتكلموا صراحة على ثلاثة ديال البرامج، ولكن البرنامج الرئيسي والبرنامج اللي كيمشي على عن طريقه اكثر من 90% ديال الناس هو برنامج لي ترافايور كاليفيي او لا العمالة الماهرة. البرنامجان الاخريان هما واحد سميتو ليكسبيريونس كنديان والاخر سميتو لي ترافايور اون ميتيي سبيسياليزي، ولكن كيف ما قلت حنا كيهمنا برنامج لي ترافايور كاليفيي اللي كيمشي عن طريقه الكثير والكثير من الناس. اذا باش نبداو نشرحوا هذا البرنامج
ديال لي طرافايور كاليفي كيفاش داير. من طبيعة الحال هناك الكثير من الأسئلة اللي كتهم بزاف ديال الناس من قبيل واش أنا قادر في أوفية المواصفات باش ندفع لهذا البرنامج، باش غادي نبدا باش ندفع هذا البرنامج. كونوا مرتاحي البال لان هذه الاسئله كلها غادي نجاوبوا عليها وما غاديش نخليو حتى شي ضبابيه كتخص برنامج الهجره ديال لي طرافايور كاليفيه. اذا باش نبداو على بركه الله الشرح ديال هذا البرنامج ديال لي طرافايور كاليفيه، غادي نبداو بالشروط ديال التقديم لهذا البرنامج. واول شرط هو التجربه المهنيه، كيف ما ديجا هو سميتو برنامج ديال طرافايور كاليفيه، اذا شي واحد ما خدامش راه ما كتوفرش فيه هاد ما كتوفرش فيه شرط التجربه، دونك ما يمكنش ليه يدفع لهذا البرنامج. اذا التجربه هي من الشروط الاساسيه للتقديم في هذا البرنامج، وهذه التجربه نفسها فيها بعض الشروط. اولا يجب ان تكون مده التجربه على الاقل سنه كامله، ويجب ان تكون عدد الساعات في هذه السنة لا يقل عن 1530 ساعة، أي بالنسبة 30 ساعة في الأسبوع. ومن طبيعة الحال إذا كان الإنسان كيخدم ما كيخدمش اليوم كامل، كيخدم غير نصف يوم، راه كيلزمو أنه حتى يكمل هاد 1530 ساعة عاد كتعتبر بأنه عنده سنة كاملة، ولو أنه جمعها في سنتين أو سنة ونصف. وهذه التجربة المهنية تلزم أنها تندرج في فئة من ثلاثة فئات خصصتها وزارة الهجرة الكندية عبر الموقع الرسمي ديالها، وهي الفئة 0 والفئة A والفئة B، دونك لي 3 كاتيجوري 0 A و B. فالناس اللي كتندرج التجربة المهنية ديالهم تحت هاد لي كاتيجوري 0 A ولا B هما اللي معنيين بهذا البرنامج. ولكن أبشركم أن الكثير والكثير من المجالات فمن طبيعة الحال هي كتندرج تحت هذه الفئة. وما تنساوش غادي نعطيكم الرابط للتحقق ما إذا كانت تجربتكم المهنية تندرج أم لا تحت هذه الفئات. برنامج أونتخي إكسبريس كيعطيكم نقاط على التجربة المهنية في حدود 3 سنوات، يعني إذا كان عندكم 3 سنوات ديال التجربه المهنيه فرا عندكم لو ماكسيموم دو بوين كونسيرنون هذه التجربه المهنيه. هناك شرط اخر بالنسبه للتجربه المهنيه، باش هذه التجربه تكون محسوبه عندنا في ملف الهجره ديالنا ما خصهاش تكون مرات عليها 10 سنوات. يعني نعطي مثلا انايا في 2011 خدمت بديت الخدمه في جانفي 2011، مرات 10 سنوات وحتى 2021، وأنا في هذه التجربة خدمت سنة من 2011 حتى 2012، يعني وصلت 2021 جانفي 2021 وأنا مازال عندي الحق نعتبر هذه التجربة المهنية. وقتاش ما غاديش يبقى عندي الحق نعتبرها هو فاش غادي نوصل 2022، يعني هنا ملي كنجي نشوف 10 سنوات إلى الوراء ما غاديش نلقى حتى تجربة مهنية. وفي هذه التجارب المهنيه اللي تمرات في هذه 10 سنوات الاخيره هي اللي ممكن انني نقدم بها الملف ديالي. وبهذا نكون كملنا الكلام حول التجربه المهنيه. ندوزو لواحد ركيزه اخرى من ركائز هذا البرنامج وهي اللغه. في هذا البرنامج عندنا الحق اننا ندوزو امتحانات ديال اللغه، وعندنا الحق في جوج ديال الامتحانات اللي هما TEF بالنسبه للغه الفرنسيه والIELTS بالنسبه للغه الانجليزيه. ماشي ضروري ندوزوهم بجوج، ولكن ضروري ندوزو واحد منهم. وباش نكونوا مقبولين ترشح في هذا البرنامج ديال اونتري اكسبريس ضروري ما اننا نحصلوا على واحد النقطه معينه في امتحان ديال اللغه. وكيفاش نعرفوا شحال خصنا نجيبوا في هذه الامتحانات ديال اللغه؟ كندا عندها واحد سيستيم ديال التنقيط، هو نظام تنقيط خاص بها. ملي كنمشيو ندوزو تي اف كندا في لو سونتر كولتورال فرونسي كنجيبو بعض النقاط، ولكن هاد النقاط راه الكوريسبون لواحد لي كاتيجوري ديال التنقيط اللي صيبتها كندا، اللي قسمتها على 12 ديال لي كاتيجوري اللي هي من ان سي ال سي 1 حتى ان سي ال سي 12. يعني 12 هي لا نوت ماكسيمال اللي يمكننا نوصلوا ليها، و ان سي ال سي 1 هي
سي لو مينيموم باش يمكن لينا اننا نقدموا لهذا البرنامج. فشرط اساسي اننا نتحصلوا على ان سي ال سي 7 في اللغه الفرنسيه او سي ال بي 7 في اللغه الانجليزيه، اللي هذا سي ال بي هو نظام تنقيط خاص باللغه الانجليزيه. وما خصناش نساو واحد النقطه مهمه، هي ان امتحانات اللغه عندها مده صلاحيه. نعم عندها مده صلاحيه اللي كتدوم سنتين. اذا فاش نمشيو ندوزو امتحان ديال اللغه سواء ان سي ال سواء سواء تي او اف سواء الايلتس، راه لازم يكون في بالنا اننا عندنا سنتين لتقديم الملف. اذا لحد الان تكلمنا على التجربه المهنيه وتكلمنا على امتحانات اللغه، ودابا ما بقاشنا بزاف، دابا غادي نتكلموا على الدراسه. الدراسه كتعتبر شرط اساسي للتقديم للهجره من خلال هذا البرنامج، وهذا البرنامج كيحتم علينا اننا يكون عندنا على الاقل شهاده البكالوريا. ومن طبيعه الحال النقاط اللي غادي نتاخذوا حنا عندنا البكالوريا ماشي هي النقاط اللي غادي نتاخذوا، وغادي تكون عندنا الا كان عندنا باك بلس 2 ولا ليسانس ولا ماستر ولا ان دكتوراه. وهنا لازم نذكر واحد النقطه ضروريه جدا، اننا الا رسلنا الدبلوم ديالنا لكندا ايا كان باك بلس 2 ليسانس ماستر ولا دكتوراه، الا رسلناهم لكندا بدون معادله فكندا ما غاديش تعترف بهم نهائيا. فلهذا وجب اننا نديروا ما يسمى بمعادله الشهاده. هذه المعادله شكون اللي كيديرها وفين كتدار؟ كندا وزارة الهجرة الكندية خصصت بعض المنظمات اللي عطاتها الحق باش انها تفيريفي هذوك لي ديبلوم ديال الناس وتفيريفي هذوك لي غولفي دو نوت، وعلى اساسهم تشهد ان لو كانديدا راه عنده مثلا ديك لا ليسونس ولا عنده باك بلس 2 ولا عنده ماستر. وبناء على هذه الشهاده وزاره الهجره غادي تعترف بداك الدبلوم ديالك. وهذه معادله الشهاده فيها الكثير من الاسئله، وما تخافوش غادي نفصلوها تفصيلا وغنخصصوا لها حلقه خاصه باش نشرحوها تولي واضحه لكم وتقوموا بها بنفسكم. ونمروا الان لاخر شرط اللي كيتعتبر شرط اساسي للتقديم للهجره. هذا الشرط هو اللي كيتسمى باللغه الفرنسيه لا بروف دو فون، يعني الأموال التي نمتلكها والتي ستمكننا من العيش الأشهر الأولى عند الوصول إلى كندا. وهذه الأموال هي يعني ما غاديش نعطيوها لوزارة الهجرة الكندية، هي فقط أموالنا وستبقى كذلك، غير مطلوب منا أننا نجيبوها عند الوصول إلى كندا. وهذه الأموال كتحدد على حساب شكون هذا المتقدم للبرنامج. إذا كان فرد واحد ف عنده مبلغ معين، اذا كانوا فردين او شخصين يعني رجل وزوجته فلازمهم انهم يجيبوا واحد المبلغ معين اخر، واذا كانت عائله من ثلاثه اشخاص يعني زوجين وطفل مثلا فلهم ايضا مبلغ خاص بهم، وكلما كبرت العائله كلما زاد ذلك المبلغ. غادي نذكر بعض المبالغ غير باش تكون الصوره تقريبيه قبل ما نفصلوها تفصيلا كيف ما قلنا في حلقه خاصه. مثلا اذا كان شخص واحد هو اللي متقدم في الملف فمطلوب منه انه يحضر معاه 12900 تقريبا، 12000 دولار و900. اما اذا كانوا شخصين فمطلوب منهم تقريبا 16000 دولار، اذا كانوا 3 اشخاص فتقريبا 20000 دولار، واذا كانوا 4 اشخاص تقريبا مطلوب منهم 24000 دولار. وسنعطيكم الرابط نحو هذه الارقام للاطلاع على المبالغ الاساسيه بالضبط. وهنا في هذه القضيه ديال بروف دو فون كتجي الكثير من الاسئله، يعني واش ممكن نتسلف دوك الفلوس ونرجعهم من بعد، واش ممكن نمشي بهم لكندا ومن كندا نصيفطهم للمغرب. مهم الكثير من الاسئله كتجي البال ديال الانسان وهو في خضم لي بريباراتيف ديالو، وما تخافوش غادي نجاوبوا عليها لاننا مخصصين حلقه خاصه لهذا الموضوع ديال بروف دو فون. ولكن كاين واحد الاستثناء ديال بعض الناس اللي ما محتاجينش تكون عندهم لا بروف دو فون، ولكن هو استثناء بسيط وما غاديش من طبيعه الحال يكونوا لا بليبار كيندرجوا تحت هذا الاستثناء. هما الناس اللي عندهم اون اوفر دومبلوا فاليد في كندا، دونك اون اوفر دومبلوا فاليد تكون عندهم في كندا. ديك الساعات ما محتاجينش انهم يبروفيو لا بروف دو فون ديالهم، ممكن انهم يجيو لان عندهم اوفر دومبلوا غادي يجيو وغادي يخدموا وغادي يسدوا كاع المصاريف ديالهم بدون الحاجة الى مدخرات. وبهذا نكون قد انهينا جميع الشروط الاساسية لهذا البرنامج.
كتبقى بعض الجوانب الاخرى مثلا كالسن اللي هي ماشي شرط اساسي ولكن كيأثر على المعدل اللي غادي نحصلوا عليه بعد ما غادي نكرييو البروفيل ديالنا في لونتري اكسبريس. اذا هذا كان مدخل عام لبرنامج الدخول السريع، وان شاء الله غادي نفصلوه كيف ما قلنا ونفصلوا كاع الشروط ديالو باش يتضح مزيان ونشوفوا كاع الاستثناءات، وغادي نقراو الاسئله ديالكم وغادي نجمعوها ونجاوبوا عليها في حلقات خاصه. في اخر حلقه غادي نقدم تجربتي الخاصه ان شاء الله. اذا نتمنى انكم تكونوا كونتوا فكره عامه حول هذا البرنامج، وانكم ما بقاش عندكم بعض التساؤلات الكثيره، واخا مازال ما فصلناش صراحه، مازال ما عطيناش بزاف ديال دقائق الامور في هذا البرنامج، ولكن ان شاء الله كيف ما قلنا الحلقات القادمه غادي تكون شافيه ووافيه وغادي تخليكم ان شاء الله ما تبقاش عندكم حتى شي ضبابيه في هذا الموضوع. اذا كان هذا كل شيء في هذا المدخل العام، نتمنى ان الامور توضحات عندكم بعض الشيء، وانتظرونا في حلقات قادمة وستكون مفصلة أكثر، ونتمنى لكم التوفيق في برنامج في بروجي ديميغراسيون ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.